احنا اليوم في مصنع رنجة فلسطين بنبيعه للمستهلك ولواصل لباب بيته كمان. عندنا حملة توصيل مجانا على صفحة المصنع ب 28 شيكل. أقول لك بصراحة يعني مش كل أصابعك واحد ومش كل الناس واحد، في اللي بده المستورد وفي بقول لك أنا بدي أشجع بضاعة المحلية. صح الأجور ضعيفة في غزة، بس أنا يعني الحمد لله زي الناس، ما بعد حالي إنه معلم ولا شيء، بشتغل إيدي معهم. يعني مثلا العامل بيجي على 12 هيو مثلا كل واحد هو يقول لك قديش باخذ اجار.